حبيبي برج الجوزاء، تعرفون أني دائما أتكلم مع النساء لأنها لأنهن لأن كنا يعني الأغلبية، لكنها أعيد أنها قراءة للرجال والنساء. واخا عزيزي برج الجوزاء، أنت يا حبيبي أو أنت يا حبيبتي، طاقتك وشخصك، أنت سريع، أنت سريع الفهم، أنت ستصل إلى حياتك إلى مراتب مهمة يعني في عملك، لأنك أنت واسع المعرفة، ثقافتك وعلمك ومعرفتك واسعة. والله يزيدك نور، يزيدك جمال، يزيدك شباب، وبفضل صفاء روحك عزيزي برج الجوزاء، بفضل تواضعك رغم كل ما لديك، ما شاء الله ما شاء الله عليك، رغم كل ما لديك، يعني نحن نتكلم عن الوضعية الاجتماعية، عن المادة وعن الفكر وعن هذه الثقافة، أنت إنسان متواضع، سبحان الله، متواضع بزاف، متواضع بزاف، أصر، سبحان الله. وشوف ماذا في حياتك، فقط المسرات والنجاح، وهذا النجاح ينادي على المزيد من النجاح، ولديك حب. الله، دابا غادي نتكلم على الحب، واخا فقط أتكلم. الله، ما هذا؟ يا الله، سبحان الله، واخا صافي. قلنا عزيزي برج الجوزاء، يعني في هذا على الأقل في هذا الشهر، أنت روحانيتك عالية، لا تركز في ما هو مادي، لكن الوهاب يهيب لك الرزق المادي، وليس فقط المادي، بل رزق الحكمة، رزق دنيوي ومادي كما قلت، ورزق المعرفة والحكمة، أراك تعيش في النعيم، سبحان الله، أنت إنسان ذكي، ماشي ذكي يعني هذا الذكاء يعني الماتيماتيك يعني الرياضي، لا، ذكي بطريقة عاطفية وروحانية، لديك انتليجنس ايموسيونيل، واخا يعني الذكاء الروحاني، انت عجيب، انت حبيبي كيف ما كنقولوا في هذا في المغرب، انت مرزاقة، يعني تيي باني، يعني انت او انت مغطاة بالحماية والبركة السماوية بشكل عجيب، بشكل عجيب، كل ما تطلبه من الله ينزل من السماء، سبحان الله سبحان الله، كارتات جميلة بزاف، وأنت إنسان كريم، تساعد المحتاجين، أنت إنسان كريم، ما شاء الله عليك، ربي يزيدك رزق مادة، لأنك أرى أنك تساعد المحتاجين، أنت إنسان كريم وجميل، الله يكثر من أمثالك. فيما يخص الحب عزيزي برج الجوزاء، الحبيب طاقته نارية، أسد، حمل، وقوس أو قوس، أو طاقته هوائية، ميزان، دلو، أو جوزاء مثلك، واخا كذلك قد يكون مائي، لكن المهيمنة والأغلبية العظمى هي النارية والهوائية، لكن قد يكون كذلك مائي، واخا عقرب، حوت، سرطان. حبيبي هنا بلاتي غادي نهضر عليكم، نهضر لكم على هذا، نحن تكلمنا عن الطاقة الروحية والمادية وكل يعني والنجاح المادي وأنك إنسان صافي، والآن سنتكلم عن الحب، واخا بلاتي خليني نزيد شوية ديال الكارت. نعم، أرى أنه حب، يعني بلاتي لا أحتاج للكارت، صافي واضحة، لأن هذه كانت مخفية لم أراها، واخا هنا تتكلم هذا الكارت عن نهاية المعاناة، لكن بلاتي غادي نشرح لكم فيما يخص هذا الحبيب. أنا أرى أنك عشت قصة حب لكن وجيزة قصيرة، يعني بدأت لكن ربما لم يحدث أي شيء مهم في هذه، يعني كان هناك جاذبية قوية، واخا كان هناك يعني حب خاصة من طرف هذا الحبيب الذي برجه ناري، واخا كان هناك واحد
واحد الجاذبية قوية، جاذبية جسدية، المهم جاذبية. وهذا الحبيب يعني في البداية كان يشعر بهذه الأشياء، وبدأتم شيء، لكن أعتقد أنكم لم تصلوا إلى أي شيء، يعني كانت فقط بداية نظرات وربما لقاء أو لقاءين لا أكثر. واخا، وهذه العلاقة لم تتطور. الحبيب هرب، نعم هرب، لأنه هرب من هذه المشاعر، لكن هو كان يعتقد أنها فقط جاذبية. هذا الحبيب ربما لا كان لديه طرف آخر، هذا الحبيب، لكن أراه الآن يقترب من جديد. واخا، هذا الحبيب ربما كان لديه طرف آخر، وهو يعني لم يقل لك الحقيقة، لكن كان يعني وقع في الغرام، لما شافك وقع في الغرام وهو لديه طرف آخر طبعا فهرب، يعني سي نورمال، هذا يعني طبيعي. واخا، لكن هذا حب متبادل، أرى أنه حب متبادل، لكن حبه في البداية كان أقوى من حبك، ربما أنت كان فقط إعجاب أو يعني شيء ضعيف، لكن حبه كانت هناك على الأقل الجاذبية كانت قوية بزاف بزاف بزاف، الجاذبية. واخا، لكن هذه لم تكن فقط، لم يكن فقط جاذبية جسدية، بل غرام، عشق، عواطف، حب كبير، تري تري غون، نعم هذا الحبيب يحبك. واخا، هناك حب قوي ومتبادل قوي، نعم، لكن هو سيطر على المشاعر وابتعد، لأن كان هناك طرف آخر. لكن حبيبتي أنت ربما بدأ يعني حبك يكبر، فلم ما قدرتيش تنسيه، واخا، لم يعني لم تتمكني من نسيان هذا الحبيب، واخا. وهذا الحبيب أراه الآن يعود، لماذا؟ لأن هو كذلك مشاعره تكبر عزيزي، لكن هناك عوائق، هناك عوائق. هذا الحبيب يفكر فيك ليل نهار، يراك، الله، شوفوا، يراك صعب المنال، يراك صعب المنال. لا أدري إذا كانت هناك يعني أشياء أخرى إضافة إلى طرف، يعني البعض منكم قد يكون لهذا الحبيب طرف آخر، والبعض الآخر قد تكون هناك عوائق، وقد تكون هناك عوائق وربما حتى اختلافات. نحن نتكلم في هذه يعني هذا الـ شوفوا هناك مشاكل. هذا الحبيب نواياه، الله، نواياه أكثر من حسن. نحن نتكلم عن توأم الروح، حبيبتي أو حبيبي. واخا، أرجع إليك عزيزي برج الجوزاء، أنت إنسانة ناجحة، كما قلت أنت مرزقة، كما قلت في البداية تباني يعني مغطاة بالحماية والبركة السماوية. أنت هذا الحبيب لم ينساك، أنت يعني غريبة نوعا ما، أنت غريبة، أنت بحال، كيف أشرح لك، بحال كلما أينما وضعت يدك تحولين كل شيء لذهب، للذهب، أنت مرزقة، حتى الحب، أنت محظوظة حتى في الحب رغم المعاناة، لأن نهايتك مع الحبيب هي الزواج حبيبتي، هذا ما تقوله هذا الكرد. هذه هناك عوائق، هناك يعني ليس حب سهل، هو حب صعب. إذا كان توأم الشعلة وتوأم الروح والخيط الأحمر، هناك الكثير من العوائق والاختلافات للبعض الآخر، لكن لا تخاف، فالعدالة السماوية ستقوم بعملها من جديد. كما قلت أنت بحال لو روا ميداس، الملك ميداس، يعني كل ما يلمسه يتحول للذهب. حتى هذا الحبيب هو شافك وقع في الغرام، يعني لمسته بروحك، وهذا الحبيب جلبته لأنه توأم روحك وخيطك الأحمر، لأن أنت روحانيتك عالية، لذلك وصل إلى حياتك، لكنه ليس جديد، هذا كان في الماضي والآن يعود. والآن يعني ستك نعم ستكتمل القصة، الحب، الآن ستعيشون الحب. هذا الحبيب يريد الزواج، أصر، يريد حياة معك،
ويراك صعب المنال وبعيدة، يعني بعيدة، يراك أنت كالنجمة أخا في السماء وهو في الأرض. لكن هذا حب جميل، حب توأم الروح وتوأم الشعلة. هذا الحبيب يرى فيك بحال إين أوغا ماجيك، يعني كما أنك يعني محاط، يعني فيك هالة سحرية قوية، يعني واحد القوة سماوية يراك وأنت غامض نوعا ما، لا تتكلم كثيرا مع هذا الحبيب، لا تتكلم كلمة أو كلمتين. وهذه القوة السماوية التي بك عزيزي، لأنك روحاني وجميل وخا، تجعل هذا الحبيب يعني تدفعه إليك. لا أدري إن كنتم تفهمونني، هذه القراءة قوية بزاف. هذا الحبيب أقوى من المغناطيس ما يشعر به. هذه الهالة التي وهذه القوة السماوية اللي في روحك الجميلة عزيزي برج الجوزاء، تجعل الحبيب يعني تدفع الحبيب، أنت لا تفعل شيئا، روحك هي التي تفعل. واخا، وهذا الحبيب يحس أنه بحال اللي كيدفعه، بحال اللي كما لو كان هواء، ليس هواء، أقوى من ذلك. أنتم تفهمونني، ياك أنا أحاول أن أشرح لكم يعني قوة هذا الحب. لذلك هو هذا الحبيب يعود رغم العوائق، رغم الطرف الآخر، رغم الاختلافات، رغم كل يعني كل ما يعني ما يمنعكم من الاتحاد. نحن نتكلم عن توأم الروح والخيط الأحمر، وهي صعبة وخا، لكن نهايتكما ستكون أجمل من الجمال، حكاية من الخيال. وخا، أنت ستفرح مع حبيبك. هذا الحبيب كذلك يشعر بغيرة مرضية، لأن هناك ربما يعني لا يريد أن يتخيلك أو يرى رجال يعني بقربك، ويغار بزاف. لماذا؟ لأنه يعتقد، ماشي يعتقد، هو إلى السوغ، يعني هو واثق بأنك له، بأنك ملكه، ملكه. واخا، هو يحس بأنك جزء مهم، يعني روحه، توأم الروح. هذه هي المشاعر، يعني تكون هذا مشاعر قوية بزاف، جاذبية، وهذا الرابط القوي، جسدية روحية هكا، يعني ومعاناة كبيرة تحتاج إليه، يحتاج إليك. واخا، الله على قراءة، خصني نرتاح لأنها قراءة قوية بزاف وجميلة. ويحس بغيرة مرضية، رغم أنك أنت لا يعني لا لست مع أحد ولا تفكر في أحد، فقط في الحبيب، لكن يكفي أن يتخيلك مع أولياء، يعني يرى شي راجل داز قدامك، يعني مر بجانبك بقربك، صافي كيمرض. لماذا؟ لأنه يحبك، يحبك بجنون. هو حب صعب كما قلت، لكن هو الآن يقترب، لأن شي حاجة كتدفعه، كتدفعوا يعني توأم الروح. صافي، لا يمكنكم العيش منفصلا، يكفي، عشتم الكثير من المعاناة مفرقين بالأسباب، لا يهمنا الأسباب، لا نركز في ذلك. وخا، حتى هنا، حتى طاقات سلبية وخا وأكاذيب، هناك ناس تقول كلام يعني قبيح، كلام كذب، الكذب وخا شكامة. هناك يعني البعض منكم كل واحد يعرف الوضعية ديالو هنا، لأني أرى الكثير، البعض منكم ربما هناك عوائق واختلافات دينية وعرقية وهذه الأشياء، وطرف آخر واختلافات وحتى طاقات سلبية، لكن لا تخاف، فالحب يتغلب على كل الصعوبات، وهذا والعدالة السماوية ستقوم بعملها، لا تخاف، والنهاية هي حتى الزواج إن شاء الله المبارك. الله، كانت قراءة جميلة، جميلة بزاف. هو هذا الحبيب لن يتركك ترحل، لأن الطريق ديالكم طريق واحد في الآخر، هو خيطك الأحمر، أعيد وأصر، لن يتركك تذهب، لأنه توأم الشعلة، هناك شعلة في روحه، هذا يحترق، هذا رغم أنه حب صعب. فربما الطرف الآخر هو يعني أنت، لأني أراه أنه يراك صعب المنال، ربما أنت لديك طرف آخر، يعني كل واحد يعرف الوضعية ديالو. أنا أتكلم يعني بصفة عامة، ما أراه، أرى عوائق مختلفة. هو الآن لديه رغبة قوية، قوية بزاف في لمسك،
يحتاج لدفئك، تفهمون؟ يحتاج إليك يعني جسديا روحيا بكلك، يحتاج إليك. صافي، هو الآن سينفجر، غادي يطرطق هذا، واخا. وإذا لم يلمسك هذا غادي يحماق، يعني سيجن. لماذا؟ سأشرح لكم. لأنه هو في الماضي أخفى وكان يحبك، لكن يخفي 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 ويسيطر، وهذا مرض للروح. هو يحبك، يريدك في حياته. وهنا الكارت اللي شفناه، هناك نجاح كبير في هذا الحب، صدقوني. النجاح هناك، يعني كانت قراءة عجيبة. النجاح في كل، أنا قلت أنك أنت بحال لغوا ميداس، كل ما تلمسه يتحول إلى ذهب. أنت ستنجح مع هذا الحبيب في الأخير. ربما أنت تمارس قانون الجذب وأنت روحاني وتثق في الله وتعرف أنه خيطك الأحمر ولا مفر لي يعني من القدر، وأنت تعرف بفضل هذا السلام ديالك. شوفوا كارت النجاح في كل شيء مع هذا الحبيب. وقلنا هذا الحبيب كان يخفي، كان يسيطر، وهو الآن مريض، يحتاج إليك. صافي، وكان يعني يعاني في الحقيقة، ويريد معك حياة جديدة، حياة جميلة. قلت وستجمعكما الحياة. هناك يعني تغيير، يعني أنت وهذا الحبيب ستبدأون حياة جديدة. وربما أنا أرى زواج، أنا أرى زواج، ربما البعض منكم هناك زواج قريبا إن شاء الله. واخا، كانت قراءة قوية قوية بزاف. لنرى ما هي رسالة الملائكة. هذا الحبيب يريد كل شيء معك، وأنا أرى هناك أنت شهر، هذا الشهر هنا كارت طاقة، هي طاقة النجاح، النجاح. وهذه الروحانية وحكمتك العالية هي التي قامت، وكذلك العدالة السماوية. ما ننساوش أن الله هو الذي يخطط، الله الذي هو يسيطر، يعني القدر. يعني كل هذه الأشياء عملت على جلب الحبيب من جديد وإعادته إلى الحياة، وهو يريد معك حياة جميلة. نرى ما هي فكرة جديدة تنبع من داخلك، من قلبك. استمع لهذه الفكرة الحلوة واعمل، يعني لا تبقى جالسا، تحرك، يعني افعل ما يمليه لك قلبك. يعني استمع لقلبك واستمع، لأن هذا يصلك من السماء. يعني ما تشعر به، هذه الفكرة تصلك من السماء، يعني أن تكون مخلصا لقلبك ولحبك. لأنك أنت ربما تخفي، كما قلت، لا أدري إن قلت ذلك، أنت كنت تخفي المشاعر، وأنت كتحبه كتبغيه يعني بجنون، لكنك كذلك تخفي المشاعر. هذه تتكلم عن التغيير. تقول لك الحياة سفر، قد يكون مملا أن تكون كل الخطوات متشابهة. وبما أن الحياة تتغير، انتظر يعني الجديد، واترك حياتك تعبر نعم تعبر وتشكر، واشكر أنت الخالق على كل ما لديك، على شخصك، على كل ما لديك، يعني شخصك، قلبك، كل هذا بفضل الخالق، وأن تشكر الله على كل شيء. وبلاتي الرسالة الأخيرة، هذه التي سقطت، وشوفوا والدعاء. تقول لك لا تخف، لا تقلق، لا تقلق، لأن الوضعية صعبة. شفتوا بحال القراءة، يعني كانت صعبة. نعم هي صعبة. كل شيء سي بوسيبل، يعني كل شيء، يعني لا وجود للمستحيل. اطلب والله يستجيب دعوتك، والله يستمع
يستمع لك، هذا ما تقول الكرت. يعني كانت كرت جميلة، يعني الدعاء، الدعاء المستمر، وأن لا تؤمن بما هو مستحيل، لا يوجد مستحيل. أنا دائما أقول ذلك. واخا كنتمنى لكم الخير يا ربي، كنتمنى لكم السعادة والهناء والأمل والسلام والطمأنينة يا ربي الحبيب، وكنتمنى تتحقق يا ربي. هاد القراءة كانت جميلة وقوية، أنا أنتظر تعليقاتكم يا الله يا ربي. اللهم أطلب من الله أن يحدث ما رأيته أنا في التاروت قريبا قريبا قريبا، لأني أريدكم تضحكون، أريدكم تبتسمون، بغيتكم فرحانين بحالي، واخا كنحبكم بزاف، أحبكم من كل قلبي. شكرا.